اسم الحياة العالمي أم تهامي بناني، المفقود تهامي بناني اللي ما يمكنليش نقول لا ميت ولا عايش، المهم مفقود لحد الساعة. كونه كان ذاك في 2007 كان عنده أولى بكالوريا، كان تيقى مع واحد مجموعة الأصدقاء ديالو اللي كيتشافوا عن كتاب زعما، وجا عندي وقال لي ماما راني معروض لعيد الميلاد واحد الفتاة معنا زميلة في المدرسة، وذاك الفتاة كنعرفها أنا وكنعرف لاكليك كاملة، كنعرفها لأن ولدي كيعاود لي كل شيء. المهم مشى ما جاش، مشى هو خرج من باب الدار وانا اختو بدات تشكي على التليفون ديالها، قالت لي ماما راه خايفه لي التليفون ديالي، مشيت طلعت للبالكون صبت ولدي راكب في السياره مع داك الدراري اللي كيكون معاهم دائما، عنديش مشكل ما عنديش عقب. المهم انا ضللت باش ياخذ التليفون ديال اختو، صافي خدينا التليفون ديالنا مشينا بحال هكا. الولد كان تسنى يجي في 6 د العشيه ما جاش بحال العاده، عمر ولدي ما بات غايب مره واحده، اللي بات غايب مره واحده اللي علمني، وهذا المره اللي اختفى فيها قال لي انا بيت عند حبيبي مره واحده. وواحد المره كنا سافرنا حنا للاصيله، خليته هو في الدار في واحد 3 ايام، جاوا خلطوا علينا هو وصحابه الاصيله. 2007 قلت لك راه استدعته واحد زميله عنده معاهم في مؤسسه عندها عيد الميلاد، وبالتالي يوم ديال الاختفاء تزامن مع عيد الميلاد ديالها، تاريخ عيد الميلاد ديالها هي 13 واختفاء كان 14، يعني اما تاخر ولا شوف علاش تاخر ما تهمناش، هادشي اللي كاين. ملي ما جاش مشيت السلطات علمت به، علمت به 48 ساعه ابخي، وبداو والشرطه القضائيه بدات كتعيط للدراري كتسنقهم ودير معاهم محاضر، محاضر ملخبطه، محاضر مخرقه، تضارب الاقوال، شيك واخا كيتفقوا سبحان الله. كاين انا القارئ تيقرا ما بين السطور التضارب، واحد تيقول حطيناه ونزلت انا الاول، الاخر تيقول حطيناه ولكن ماشي انا هو الاول اللي نزلت، راه الفلان اللي نزل الاول. المهم ما اتفقوش، اتفقوا على شي حاجه مي لاشاوها في الاخر. السيناريو الثاني الدين مشينا هزينا هي من باب الدار ولكن حطيناه في الليستي، حنا دخلنا نقراو. السيناريو الثالث كذلك ومثال تا هو كذوب، كان معنا ولكن حطيناه حدا الدار. اذا هادشي كله خلاني تنقلب حتى توصلت الشرطه القضائيه الفرقه الوطنيه على انه الدري كان معاهم، جراء مكالمات هاتفيه كانت بيناتهم نهار الاختفاء الساعه فين سوافيزون زهقت روحو في 11 الليل، فلان تيعيط لفلان وفلان تيعيط لفلان. في هذه الحاله هذه ما صابوا الا يستسلموا، يقولوا اشنو كاين وشنو كاين، قالوا اشنو كاين وشنو كاين، ولكن باقي تما اعترفوا 12 عام ونص اعترفوا بانه مات ليهم. داكشي اللي كنت كنقول انا عاد قالوا ولكن مات لينا خالتي، مات لينا وحطينا في الخلا واعتقلوهم اعتقال احتياطي بدون ما زعما غير تما تدخل المحكمه الى اخره. ساعه مع هاد كوفيد 19 الله يشافينا من نور اجل لنا مسائل، قراو تزوجوا ولدوا وكونوا حياتهم، وحنايا ولدنا ضاطر وبالتالي الاسره ديال داك ولدنا ما كونتش حياتها كيفاش بغات، داك 100% كونت حياتها غير 20%، والسبب كيرجع لهم هما، لان البارابول ديالنا كله دار اتجاه تهامي. اللي تيقرا تيفكر في تهامي، اللي تيمشي للمدرسه تيقول خايب كيفاش وقع له، اللي تيمشي نخدم انا كيفاش يعني لا انا كنمشي عندهم حتى لديرهم. واش باين واحد فيهم دابا هذا اللي معتقل تيقول يا لالا عطيني تصورتو، انا كنطفر بزاف راني نقدر زعما يقدر يبان لشي واحد فائده به، هو عارف كل شيء من ذاك النهار، هو عارف كل شيء. مشيت باش نهضر مع ولده ما خلاش ولده، قال له سي بحال سي طلع الفوق، حيت عندي اسئله انا حيت حاسه عندي اسئله حرجه. جا هو هذاك الدري ولده قال له سي طلع بحال ما خلاش يهضر معايا، يعني كل شيء كيسد فوجي باش ذاك الشباب انا ما نواجههمش، حيت انا اللي عارفه القصه وما فيها، بقيت ما عارفه قبور ما عارفه حوايج ما عارفه ما عارفه ما عارفه ما عارفه والو. انا بغيت الحقيقه ولدي، فين هو ولدي؟ تهامي بناني فين هو؟ على وجه الارض يبان، تحت الارض يبان. المحكمه نهار غادي تاجلت نهار 12 ان شاء الله، نهار جوج في شهر 12 تكون المحاميه ديالي انسحبت جهه الملف ثقيل ما قدتش عليه، حتى الساعه بساعه حتى الباحث على المدني قالت لي راه كيفاش وكيفاش، ما كاين مشكل نشوف عطيني شي واحد اللي غادي ضروري، ولكن دابا ان شاء الله ملي غادي نشوف غادي نعطيه يقرا الملف هذا المحامي، وقبل ما يتنصب غنكونوا متاكدين على انه خدا فكره على الدوسي. النداء ديالي للجهاز القضائي، الجهاز القضائي من بعد سيدي ربي نطلب منه باش يخاف الله. صافي عندي الثقه كامله في القضاء،
ما نستهنوش هذه المساله هذه. عندي ثقه في القضاء، انما كنتمنى باش زعما هذه الثقه ما تحبطش عندي.